الجزء اللي هو الرئيس بيتكلم فيه عن انه حكموا التجربة في اطارها الكامل، ما تظلموهاش ما تختزلوهاش في ارتفاع اسعار او غلاء معيشة، تعالوا نبص لها بالكامل وتعالوا نشوفها ازاي في ظل كمان العمليات الارهابية اللي اشتغلت كمان بعد فض اعتصام رابعة وعدت بعض الحوادث والاحداث الارهابية التي عشناها. لكن اهم ما في الكلام انه تعالوا نحاكم التجربة او نحكم عليها في اطار عام وفي سياق عام دون ان نختزلها او نختصرها في مشكلة ارتفاع الاسعار. هل احنا مسارنا مسار تصاعدي في التطور الدولة المصرية ولا العكس؟ اذا كنت هتاخده مؤشر الاسعار فقط على ان هو ده مؤشر القياس، بتظلموا التجربة. لو انتوا خدتوا مؤشر الاسعار فقط في تناول والحكم على الاوضاع في مصر، انتوا بتظلموا التجربة. ليه بقى؟ لان في 3/7 وبعدها بشهر ونص لو تفتكروا كويس ايه اللي حصل في النهضة هنا ورابعة هناك، وكانت البلد كلها بيتم اشعالها، وشفتوا بفكركم باحداث مش هتتنسي، محاولة اغتيال السيد وزير الخارجية اللي هو محمد ابراهيم، وشفتوا الاعتداء على مديريات الامن وعلى الاقسام تاني، وافتكروا كرداسة، وافتكروا المنيا، واحداث كتير تانية. الكلام ده ما خلص في يوم وليلة، وما خلصش بيا، خلص بينا، لان في من ابناء الشعب ده من الجيش والشرطة قدموا حياتهم لاجل يتحقق الامن والاستقرار. صحيح، يعني قولوا لي لو ام او زوجة او اب بيجد النهاردة ان هو قدم، افتكر اكبر تضحية ممكن يقدمها انسان هو انه يقدم ابنه، او ام تقدم ابنها، او زوجة تقدم زوجها برضه، ده خلاص بقى هتقعد بيت العمر كده وولادها ما يبقاش ليهم. تفتكروا لما يروا ان التضحية اللي قدموها ديت احنا كلنا بن يعني ايه بن متململين من اسعار مثلا، يقولوا ايه؟ يفتكروا ازاي؟ وبالمناسبه الضحايا كتير، الشهداء كتير، الضحايا المصابين كتير قوي. في كل عربيه كانت بتتفجر ان كان بيستشهد فيها واحد فبيصاب فيها 5 6، فتقدم كتير، يعني الشعب قدم كتير لاجل يحصل على الامن والاستقرار. مش فداي انا، صحيح اوعى تفديني انا عايزك تفديها هي، ما تفدونيش انا، افدوا بلدكم.